سائل يقول: قلتم في درس ماض حفظكم الله أن الأحياء قد يعلمون أشياء من الأموات، وهنا يقول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا في تلاقي الأرواح، إذا نام الإنسان فإنها تتلاقى أرواح الأموات وأرواح النائمين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، روح النائم ترجع إلى صاحبها ويستيقظ، أما روح الميت هذه يمسكها الله ولا ترجع. اختلاط أرواح الأموات وأرواح النائمين هذا في النوم، ولذلك يشوف الميت ويتكلم معه الميت ويوصيه بأشياء، هذا شيء مشاهد. نعم.